بالفيروس. 60 سائحا وصلوا على متن هذه الطائرة القادمة من باريس إلى مطار أطار الدولي لتنضاف للرحلات السياحية التي تصل أسبوعيا إلى مدينة أطار منذ 10 ديسمبر 2021. السياح القادمون إلى البلاد عبروا عن فرحهم بهذه الرحلة السياحية التي ستمكنهم من التعرف على المناطق السياحية في ولاية أدرار وزيارة مناطقها المختلفة والتعرف على طبيعة مناخها وتشكيلتها الجغرافية المميزة. ويخضع السياح المغادرون والوافدون لإجراءات صحية لضمان خلوهم من فيروس كورونا وإخضاع أي حالة مصابة للحجر الطبي. بالنسبة اليوم يوم السبت يوم 5/2/2022 الناس الماشي عدنا لين عدو 97 تيست، دي 97 تيست فيها تيست بوزيتيف و 96 نيجاتيف. بالنسبة للناس الماشيين يجوا صباحا الساعة 7:30 بدأنا لتست إلى 10:30. بالنسبة للناس الجاية جاءوا لا يعود في حدود ميديا قال الأربع لا يعود 60 شخص. هذو 60 شخص كاملين فاكسينة، كنا نفريفو لي باس سانيتير كاملين فاكسينة وكاملين عندهم بي سي ار معدلين ولوموين دي 24 نيجاتيف ولا عندهم أي مشكلة. وتوفر لضيوف موريتانيا كل الوسائل الأمنية والحاجيات الضرورية لإقامة مريحة في البلاد. احنا هنا تياها كفاعلين في قطاع السياحة وكمستقبلين للسواح اللي تجي من الخارج، وظيفتنا هو تنظيم الرحلات الداخلية اللي شارين هذو النصارى ولا ما هم شارين، هم اللي نعرضونهم احنا المنتوج المحلي. الرحلات يتقسموا إلى نوعين، في الرحلات على البل والله مع البل، وفي الرحلات مع في الوتات، وهذا نمشي بهم اياك نعتور من المناطق الجميله التاريخيه واللي تعبر عن حقيقه الصحراء الموريتانيه. هذه هي وظيفتنا، واحنا هنا اياك كوكالات نستقبلوا السواح في المطار، اياك نهيئوا الظروف قاع فات وهيت بيد السائح سابق يجي اذا كامل مهيئ، وذلك لا يمشوا بهم اللي لا يتقدى، واللي منهم واعد بالله ينطرح مع الداح مسايه، واللي ماشي في الوتات لا يمشي في الوتات. ومن المقرر ان تتواصل الرحلات السياحيه لمدينه اطار طيله الموسم السياحي الذي يستمر عده اشهر. لقناه الموريتانيه محمد البلال، مدينه اطار.